مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في نشرة السادسة من بوابة الوطن، واللي هنقدم فيها عدد من ابرز عناوين الاخبار. البرلمان الليبي يقرر الغاء اتفاقية اردوغان والسراج، كما وافق البرلمان بالاجماع على احالة كل من دعم وساند الاتفاقية للقضاء بتهمة الخيانة العظمى. الارصاد تحذر امطار ورياح مثيرة للرمال بدءا من يوم الاثنين. هيئة الارصاد قالت ان البلاد تشهد اليوم الثالث على التوالي حالة من عدم الاستقرار، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية. الشعراء ينتقدون قرار رفع رسوم الأغنيات في المصنفات الفنية. القرار تضمن رفع رسوم التسجيل إلى 500 جنيه بدلاً من 110. ورياضياً، أحمد فتحي يجدد للأهلي بعد جلسة الخطيب. اللاعب وقع على عقد لمدة موسمين سيحصل خلالهما على 18 مليون جنيه. وأخيراً، ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 701 جنيه. بكده تكون انتهت نشرتنا، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الوطن نيوز.com.